حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أسامة بن زيد قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يوم حنين يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر من كان معه أن يضربوه بما كان في أيديهم. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري أنه سمع عبد الرحمن بن أزهر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب فأمر به فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بنعله ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بصوت وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث عن خالد بن الوليد بن المغيرة خرج يومئذ وكان على الخيل خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أزهر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رحل خالد بن الوليد قال فمشيت أوي فسعيت بين يديه وأنا محتلم أقول من يدل على رحل خالد بن الوليد حتى تخللنا على رحله فإذا خالد مستند إلى مؤخرة رحله فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه قال الزهري وحسبت أنه قال ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح وحدث ابن شهاب أن عبد الرحمن بن أزهر كان يحدث أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يحثي في وجوههم التراب. قال أبي وهذا يتلو حديث الزهري عن قبيصة في شارب الخمر.